السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع لكم في حلقة جديدة من برنامجنا شد الأخبار، وهذه هي الحلقة الثانية منه. الحلقة اليوم ما كانت مبرمجة أبداً، غير بسبب حصولي على وثائق رسمية تدل على فساد جمعهم اللي نسميها لكم فيها نائب في البرلمان، وفيها سفير، وفيها مستشار إحدى سفاراتنا اعتلاب الدليل عدلها، وفيها بعض فساد عام كيف ما تعرفوا اللي كل وقت يخلق في موريتان منذ نشأتها إلى اليوم. فقط تعريف شوي بالبرنامج. البرنامج في طريقة إعداده، في طريقة تقديمه، طريقة مبسطة جدا. ارتأيت أنها تعود طريقة مبسطة جدا من أجل توصيل الرسائل اللي نرسل للشعب الموريتاني بيه اللي ما هم دقاد في الفهم، ومن أجل أنهم يدقاد في الفهم اخترت على أنها تعود باللغة الحسانية وبطريقة مبسطة كما أصلا شدنا احنا الأخبار بيناتنا، وذاك هو سبب سميته برنامج شد الأخبار، رسائل مشير الشعب الموريتاني طريقة مبسطة كيف ما نعدلوا في صالوناتنا، وكيف ما نعدلوا في شوارعنا، وكيف ما نعدلوا في تاكسيات، وكيف ما نعدلوا في كل بلاصة. برنامج اليوم لين حاولي كاني ما نطول بي، اللي أنا حالا سهران ندوري كاني مشيركم هذه الرسالة، كاني وصلها لكم صباح طالع غير ماني لين رقد ما مشيتها بي، اللي حصلت على الوثائق ونقدوا الوثائق لهم ننشرهم ونكتب فوقهم مقال كبير ونوضح فيه الطريقة من ألف إلى الياء. يا غير شعب الموريتاني ما ولا يقرأها للأسف، بيه اللي ما هو مستعد لأنه يقرأ، غير مستعد أنه يسمع ويشوف، وبالتالي توصل الرسائل من خلال الفيديوهات أكثر مما توصل عن طريق الكتابات. وبما أنهم الفيديوهات يداولوا في الواتساب ويداولوا في كل بلاصة، نحن هذه الرواية مركزين عليها جدا، بيه اللي أهمية وصولها عندنا مهمة جدا إلى أقصى درجة. نحن مهم عندنا على أننا توصل لكل بيت وكل دار وكل تاكسي وكل نيمرو وكل مبدية وكل بلاصة من أجل الشعب الموريتاني، على أنه يعرف، على أنه ذس الحال اللي فيه، حالا اللي عايش فيه بسبب فساد هذه المجموعة اللي فسدت الوطن من نشأته إلى اليوم. لا ينبدو على بركة الله. شفتوا خالق مناقصة كانت خلقت في 2013، تم منح 3 رخص لشركات من أجل تموين السفن والمنشآت البحرية بالمواد البترولية ومشتقات. وهون أراكم تعرفوا قضية شركة أداكس اللي خلقت ذو الأيام اللي هم بينها هي وسنين، واللي خلق فيها من الفساد، واللي خلق فيها من شيء تعرفوا وعلمتوا به كاملين. وفرح حد تحدث عنه النائب محمد بويا والشيخ محمد فاضل، وراني موجه له تحية منهم. والقضية هنا هي قضية تتعلق بشركين قالها إسكابيتي. قضية إسكابيتي هذه جاءت 2013 وبدت العمل 2014، وجاءت يمثلها النائب محمد يحيى الخرشي معطي له برانشما معلوم، ومحمد يحيى الخرشي هذا كان يمثلها من 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020، وصلت ركزوا معايا الى اقصى درجه، وحتى 2021 بدايه 2021 كان يمثلها. يا غير شخلك اخلق على خال السيده الاولى اللي هو شيخنا ولا نني خال مريم التدام، والمستشار الثقافي في سفارتنا في السعودية اللي هو الأمانة والخطري والمحمد المجتبى اللي هو زوج خطها، هي خط حرم الرئيس غزواني، هؤلاء اثنين في طرف. ش عدلوا في 2019 وعينت هيك ساعة منت بنجارة على مديرة على الضرائب، وتم الشغل عليهم إلى نهاية 2021. في هذه الفترة اللي هي الشركة كاملة كانت تدفع ضرائبها كما تراعوا فيه. شوفوا 2014 تحت، 2015 الفوق، 2016 تحت، 2017 الفوق، 2018 تحت، 2019 الفوق، 2020 تحت، و 2021. وبما أن هذه الجماعة وذي العائلة ده هي وحد كامل مقرب من الرئيس ومن زوجة الرئيس، لابد داروا من يدير برانشما كما شفنا في النظام الماضي، كما شفنا في النظام السابق، كما شفنا في النظام السابق، وهكذا عائلة تحكم موريتان، وكل فترة تجي عائلة وتسرط وتبلع، ومقربين هي بلعوا ويسرطوا وهكذا، ويمتلاو ويمشوا كعبهم صحاح، وتجي مولي أسرة أخرى وعائلة أخرى وهكذا، كأنها كوزين مطروح عليهم لكلهم يجي يوكل منها ويوخذ يتماش، وتجي عائلة أخرى وهكذا. ما عليه الأمر، قام السفير الشيخنا ولنني خال 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 السيدة الأولى وزوج ختها اللي هو للمجتبى اجتمعوا الاثنين ببعيد، وقالوا نحن لابد لنا من برانش مهات، كيف تعرفوا هم لابد لهم برانش مهات، لابد لهم العائلة، لابد لهم أفراد، لابد لهم برانش مهات
في المعادن وفي الصيد وفي الزراعة وفي السماء وفي التراب وفي البحر وفي كل شيء. ظهر الفساد وفي البر والبحر. إذا هي باحت وكانت بايحة قالوا نحن ذو الاثنين لا بد أن نجتمع بذيك السيدة اللي قال لها من تبني جراء. لماذا؟ من أجل أعلنها أن توافقوا معها على عملية تعدلها أن إياك ذي الشركة اللي هي توخر عن موريتان. علاش؟ جايتكم الأخبار. جاءوا واجتمعوا معها وقالوا لها هذه الرواية بصيغة أمر. وقالت لهم والله أنا لا لدور أنتم شو مونك عندكم؟ قال خبط عليها مليارين. شوفوا كيما ترعوا مكتوبة 200 مليون زايدة بالعملة الجديدة اللي هي مليارين من لوقية في وثيقة رسمية من مديرية الضرائب. وخبطت بها هي ذيك الشركة ذيك إياها اللي قالها إسكابيتي. قامت الشركة وسحبت سفنها من البحر وهربت بسبب هذه الضريبة اللي هي. وهذه ما هي أول مرة تعدل الشركة في موريتان ولا هي أول مرة تعدل مؤسسة في موريتان تنقفل بالضرائب. وهذا هو السبب اللي دائما نكرر عليكم على الاستثمار في موريتان ما يصح. والله إذا قاس الرئيس دبي وإذا قاس السماء وإذا قاس التراب وإذا قاس رئيس الوزراء كيف تنهارات في إكسبو دبي يطلب المستثمرين يعلنهم يجوا لموريتانيا هم ما فيهم حد لا يجيها ما حد هذه الأنظمة حاكمة موريتان ويدنكم تموا ما تشتغلوا ويدن التنمية تم هي خالقة. لا تشكوا على نكيس النقال اللي مستثمرين كاملين لكم ما فيها دول من فسها ما هو كل شيء تعدوا لا ودارهم تعتمد على المستثمرين من أجل إنشاء مصانع من أجل إنشاء شركات من أجل التعاون معها اللي أي واحدة ما تصفق. والدول كاملة قامت اللي بدلين قالوا الاستثمار. وطبعا يعتمد دائما على الاستثمارات الأجنبية ونحن مستحيل أن يعود فينا أبدا استثمار بيلي لا إحنا قاع أولادنا من فسهم اللي ينعدوا الاستثمار موريتان ينقلعوا منهم نمرواتهم ينقلعوا منهم فنادقهم ينقلعوا منهم مؤسساتهم بالضرائب ينقلعوا منهم وينقلعوا منهم بتلفيق التهم السياسية والإجرامية وكل شيء من أجل أنهم ينسحبوا وينقلع منهم حيوان كيما خلق المجمع كارفور كيما خلق رئاسة المجمعات لأسباب سياسية والأسباب أخرى كثيرة. ما أني مطول عليكم لين نرجع شو الموضوع. انسحبت تلك الشركة ذيك إياها وعلم محمد يحاول الخرشي بالقضية اللي هي وما قد يحل فمه بيدي هذا خال سيدة الأولى وذاك الأخر زوج ختها وحاول يشوف على أنه فمي قيم يوطوط إذا اللي يروي يصف فمه قوم يوطوط وطوط فم ياسم التوطوط وعيط فم ياسم العياط يغير من اللي بيه اللي من 2014 و15 و16 و17 و18 و19 و20 لين بداية 2021 هو كان وبرانشيل وراكور معلوم حتى يمص من ذيك الشركات ويمص من هون ويمص من هون وكوميسيون هاتي لا وكوميسيون هاتي لا واللي ما تعب راسه وبه اللي ما يحتاج قاعد لانه يتعب راسه لهين عطالوا ياسم البدائل الاخرين وما لابد لهم كيف قلت لكم كاملين يكل كيك للمفسيدة لابد لهم برانش مهات في كل بلاص زين اللي باني هذا الخطري كيف قلت لكم هذا رجل فات فهر عنه ياسر من الفساد وذي اللي عدل كامل ومشي إلا بحكم على أنه زوج خط الرئيس. أخبار النمروات اللي في المنطقة الحرة في نوادي عالمين بها وفرسي شركة سنيم مدراءها ومسؤولين فيها على أنهم يعطوه أسهم في داخل الشركة اللي هي اللي مالكة الدولة الموريتانية المالكة الشعب الموريتاني واللي هو ما حاك فيها راسه واللي يامس كيفتهم كاملين كان كلهم يلقطوا البعرة. نرجع لموضوعنا شخلي قاموا ونفات مشاو الشركات هربوا مشاو قاموا وجاوها مرة أخرى قالوا لي الضرائب اللي كنت داير على الشركة سحب بيها كاملة وعطينا بيها وثيقة رسمية وقاموا عطاوها بيها وثيقة رسمية عطاتهم بيها وثيقة رسمية اللي هي من تبني جراء. إذا علاش من أجل أنهم يتواصلوا مع الشركة هوك ويقولوا لها واجه رجع شهر العمل اللي كنت تعدري غير نحن هم اللي لين عودوا مثلوك انت ما تلم مثلك حد اخر النائب اللي كان يمثلك اللي قال محمد يحيى الخرشي ما تلو اللي يمثلك لين مثلوك نحن انا هذا خالد سيدة الاولى وهذا زوج ختها ونحن هم المتحكمين في الجمهورية الاسلامية الموريتانية بصفة عام نطوجنوا مع الرئيس ونقعدوا معاه ونضحكوا معاه ونطير وننزلوا كل شيء نعدلوا نحن هم المتحكمين بذا كامل لا تدري عندك مشكلة وهي جاية الشركة قامت الشركة مولي وبما انها جاتها وثيقة رسمية من الجمهورية الاسلامية الموريتانية وجاوها الرجال لديهم بصفتهم مولي ذيك هي شركة استثمارية ما عندها مشكلة تختير اللي بلاصة فيها مصلحتها ما
ما ينشاف عليه هذا، ينشاف على الناس اللي حاكمتنا نحن يلي ينشاف عليه هذا. قامت وراجعت شهر موريتان وبدأت شغلتهم اللي من جديد. وهون لين خليكم مع فيديو راهو تحدث فيه النائب محمد بويا والشيخ محمد فاضل مرات عديدة عن موضوع، عن نفس الموضوع، موضوع هذه الشركات اللي هما في سنوات عديدة وراني موجه له تحية حتى ومحيي لوك النواب الذم اللي معاه اللي واقفين يحاولوا يكانهم يحاربوا هذا الفساد اللي هو محمد بويا والشيخ محمد فاضل. مقدم له تحية ومقدمها لمحمد الأمين والسيدي مولود ومقدمها للنائب العيد والمحمد دن ومحمد والمحمد مبارك وأنيسة با، مقدمها لهم كاملين. وفي قضية هون نختار شوي نقولها للشعب الموريتاني، هذا النواب اللي واقفين ضد هذا الفساد شوفوا ما فيهم واحد قط سرق ولا فيهم واحد قط خيندرس، لو كان واحد منهم قط خندرس لو كان واحد منهم ما قط عدل دوره نعود واقفين ضده كما أنا واقفين ضد النواب الآخرين اللي واحدين فيه الله الفساد. ونحن علينا الله بالظاهر، احنا ما لنا أولياء وحن علينا الله بالظواهر. ولا يغركم يا الشعب الموريتاني ذا الكلام اللي تعيا وتسمعوا عن واحد منهم بسبب أن خالق مدون والله خالق صحافي والله خالق واحد ثاني ما عاجبه واحد من هادو بسبب أنه بصراته أنه يجيهم ديره ما يمد قادة والله يظهر بمظهر مصوفش والله درعته يلبسها بطريقة ما هي زينة والله شكله ما هو زين عنده والله كوليره ما هو زين عنده والله 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 بسبب على انه صوفي والله بسبب على انه تجاني والله بسبب على انه والله بسبب على انه. لان احنا ما هو مهم عندنا ابدا شعب موريتاني، لا تم كل حد تقولوا على انه خزي بكم، حد على الحق، حد يأيده به اللي قليل اليوم وحد يوقف معاه وحد يصفق له به اللي يحتاج، به اللي يحتاج صفاق ويحتاج اللي ينقال له تشجيع، به اللي نحن اللي ما نشجعهم هما ذو اللي واقفين معانا من اللي نشجعوا هو ما يقدر يعود مو من بين كافرين وكرامه في البرلمان يحاربوا ذوك الطغاة وحاربوا ذيك القوة الكبيرة اللي مهيمنة على البرلمان، بس 95% من البرلمان حاكمها والبرلمان هو اللي يعتبر المطبخ الرئيسي اللي ينقلوا الأنظمة. فم ياسم الخبز يخلق واقف جماعة قليلة جدا من رجال ومن نساء ضد هذا ويحاربوا ويزقوا ويفتروا ويتعبوا من أجل وطنكم ومن أجلكم أنتم كشعب، ورعوا في حالكم واقفين في صفكم وشوين عليكم ورويخ عليكم أنكم تتخلوا عنهم وأنكم تموا تسمعوا ملي ذلك الكلام اللي ينقال فيهم بدون أي أدلة. والله العظيم الكريم لو كان واحد منهم قط عدل أي رواية وهي شن يدلنا نعدله كيف الجماعة الأخرى باللي ما نعرفه ولا غادي لنا في حد منهم شيس وهو شن هو غير ما حد واحد منهم مازال واقف طرف الحق ومازال يدافع عن الشعب الموريتاني وعن عن 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 الوطن بصفة عامة وهي الطريقة اللي نشوفه. والله يدلنا أنتم واقفين معه، والله ما نسمعوا فيه كلام لا عمر ولا زيد ويعمل لنا ويسوى علينا ذاك عمر ويسوى علينا ذاك زيد هو من هو. لماذا؟ ليك دي انت اللي انت وتو مانك حامله هو الا مانك حامل لبنادم اللي يصقي، والله مانك حامل لبنادم اللي يصقي ليك انه يطلع في لايف يتكلم في تلفون، يطلع بعد في لايف يتكلم في تلفون به اللي الجماعه اللي فهم في البرلمان اللي طاغي واللي هي الاكثريه واللي هي تتحكم في الجمهوريه الاسلاميه الموريتانية بصفه عامه وجماعه من المفسدين يمنعوهم احيانا من علن البرلمانيه قناه البرلمانيه علنها انها تبث كلامهم الخاسر ومريداتهم وتخين دريسهم عادوا يتروقوا ويمنعوا البرلمانيين من اعلان انها تنشر تخين دريس والركاكه اللي عدلوا لعل يعود موثق. وبالتالي عادوا يرجعوا مره التلفونات ومره كذا به اللي هم مولي في الاول والاخير مسندين عليه لا شعب الموريتاني، اللي شعب الموريتاني هو اللي موصلهم فهم. يا ناس قولوا اف الله خليتو، ويا ناس لموا حكموا عقولكم سابق يقول لكم عمار والله زيد هذا خارق له والله هذا خارق له والله هذا خارق له، خرصوا مريرته خرصوا طريقه وخلوا عنكم شي ثاني. نحن علينا هذا اللي نرعوا فيه ونعرفوا على ان الجماعه اللي سميت لكم من النواب قطعا لانهم واقفين في الصف الشعب الموريتاني ويدافعوا عن الوطن ويدافعوا عن الشعب ومحاربين اللي قالوا الفساد ومحاربين اللي قالوا المفسدين. وبالتالي والله اللي يستحقوا علينا التأييد، والله العظيم الكريم الحسيب الجليل الرقيب العزيز، ولا نعيد ونحلف ومؤمن بالله وحارب لكم من الحلوف كامله قاصد هذه اللي نعرف عليكم انتم كل حد تتهموا يا هذه الجماعه اللي هي ما في واحد قط قال لي الو ولا في واحد قط قلت له الو ولا في واحد بيني معاه رساله يسوى هي شنو هي بتاريخ اليوم 3 شهر الثاني من 2022 يقدر في المستقبل حتى انت متواصل معاهم وسلم عليهم كل شيء غير بعد قلت لكم حالا وحال فعلي اليوم ذا وبيلي يستحقوا على ان يتم يتلفن عليهم وين قالهم شكرا ويستحقوا على ان يتم قالهم الله يجازيكم بالخير ويستحقوا على انهم يؤيدوا حتى وجزاكم الله خيرا. وراني مقدم لهم من هنا من هذا المنبر تحيه ولين خليكم مع فيديو اللي فيه يتكلم فيه محمد بويا والشيخ محمد فاضل
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صفقات عليها مدار حياة الناس وماء وأرزاقهم لا يمكن فيها أي تلاعب، ومنها ما يحدث الآن في صفقة المحروقات، إذ تحتاج مراجعة سريعة وعاجلة لمعالجة الخروقات الجوهرية والبينة والمتعددة في تلك الصفقة المثيرة للجدل والمحددة مستقبلا لتصورنا حول تسييركم للبلد. أعمال لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة تثبت أن قطاع الطاقة والمعادن والنفط أنه من أوكار الفساد في العمل الحكومي الحالي. كل القطاع بالفعل نهتم به فعل التجربة السيئة في الفترة الماضية، لأنه كما قلنا كررناها دائما هو مصيدة الفساد في القطاعات الحكومية. هي بها صفقة المحروقات ممنوحة لمقربين من النظام. من عجائب هذه الصفقة هي الأوامر التي تلقتها سنيم بعدم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم وفاء أدكس بالتزاماتها ب 33 مليون دولار بالرسالة رقم 03 DHC 2021 بتاريخ 26 أبريل 2021، وكذلك أمر سنيم بالتخلي عن المطالبة بالتعويض الذي حصلت عليه تازيازة وأمس وهو تعويض نتج عن نوع البنزين. ستكون تلك الصفقة معالي الوزير البالغة حوالي مليار دولار سنويا موضوع تحقيق عند تسليمكم للسلطة، وما مدرسة الشرطة ببعيد. هون معالي الوزير صفقة أيضا تابعة لهذا القطاع قالها صفقة المحروقات، أول مرة يتم التلاعب بها في تاريخ الأنظمة السياسية في موريتان. معالي الوزير مسار هذه الصفقة اللي هي تزويد موريتان بالمحروقات اللي خلق فيه خطير على الأمن، تزويد الدولة بالمحروقات جزء من الأمن القومي. تم إلغاء، كانت الشركة المزودة يا الله تندار في اللائحة السوداء للمخالفات الموجودة عليها، غيرت ممثلها في موريتان ودارت حد من النظام الجديد والتغات عنها اللائحة السوداء. التغات الصفقة اللي فات نعلن إعلان المناقصة والتغات ونعطات بصفة مؤقتة وخالطة عن مجلس الوزراء والتغات مرة أخرى ونعطات لنفس الأشخاص.